عدسة الكاميرا مهمتها أكبر من التقاط الصور، هي بتوثق اللحظات الحلوة والتاريخ والعادات والتقاليد لكل البلدان ولكل الشعوب وخاصة السوريين خارج البلاد. أكيد شام، وهذه اللي قدرنا نلمسه ونشوفه خلال معرض جذور للصور الفوتوغرافية للمصورة السورية الكندية تمادر الخطيب. لتخبرنا أكثر عن هذا المعرض وتفاصيل إنتاجه وجمع الصور بشكل عام، صارت معنا على خدمة سكايب من كندا. يسعد لواتك. بداية شكرا على هاي الدعوة. بداية تمادر، عارفين عن حالك وخبرينا عن قصتك مع التصوير. أنا اسمي تمادر خطيب، سورية حلبية الأصل، عايشة بكندا صار لي تقريبا 9 سنين. درست إعلام بجامعة القاهرة، وبعدين درست تصوير فوتوغرافي بجامعة شيردن بكندا، ودرست ماركتينج ادفرتايزنج مانجمنت كمان بجامعة شيردن بكندا. صراحة قصتي مع التصوير، إذا بدي أجاوب على سؤالكم، هي قصة كتير قديمة وطويلة. يعني من أنا وصغيرة وأنا بصور، أنا وعمري 5 سنين بأخذ الكاميرا من عند أهلي وبصور أي شيء بيجي حوالي، كانت هواية وكبرت معي هاي الهواية. لحتى هيك تقريبا من حوالي 11 سنة قررت أني أحول هاي الهواية لشيء أكاديمي، لشيء حقيقي، مش بس تصوير هيك يعني مجرد بالرحلات وبالطلعات وبالسفر. لا، قررت أني أدرس ديجيتال فوتوغرافي، وبلشت الصراحة من حتى قبل ما أجي لكندا درست التصوير، بلشت أعمل وركشوبس وهيك قصص، لحتى جيت لكندا ولقيت أنه في هون جامعات أكاديمية لدراسة التصوير بطريقة علمية وبطريقة بتقنيات كتير عالية. وهيك بلشت بالشغل يعني بالتصوير، يعني حتى صرت طلع منه إنكم. صار بالنسبة لك مهنة اليوم تمادر؟ نعم، صارت التصوير يعني تحولت من شغف إلى شيء يعني أكاديمي، إلى شيء، إلى مهنة. صرت أعمل حتى وركشوب هون بكندا، عملت تنتين وركشوب وكانوا كتير الصراحة يعني ممتازين ولاقوا إقبال كتير حلو، واللي الطلاب اللي تعاملت معهم ناطرين هلأ أعمل لهم كمان وركشوب. اليوم موضوع التسلسل بين الموهبة ووصولا للدراسة الأكاديمية، قديش فرق موضوع التخصص الأكاديمي بزيادة خبرتك بهذا المجال وتحديدا مجال التصوير؟ قديش زادت الخبرة؟ قديش اكتسبنا واكتشفنا أنه لا، يعني نحن ما فينا بأوقات نعتمد على موهبتنا بس، إنما بحاجة لندعمها بجانب أكاديمي بحت مثل ما بيقولوا. نعم أكيد. هلأ الدراسة هي يعني كتير داعم مهم لأي شيء أنت بتحبه بهي الحياة. يعني مثلا أنا بلشت بالتصوير، أنا طلع صورة حلوة وصورة ظابطة، بس أنا ما كنت أعرف هاي الصورة ليش ظابطة. كان عندي تغذية بصرية عالية، ولكن ما كنت أفهم تكنيك أنه أنا شو كنت عاملة. أحيانا تطلع بالصدفة معي صورة كتير حلوة نتيجة التغذية البصرية اللي أنا أوريدي اكتسبتها من حبي وموهبتي للتصوير. ولكن وقت بتدرس الشغلة بتصير قادر على أنك أنت تعرف الصورة للآخرين، قادر أنك أنت تفهم الموضوع وتفهمه للآخرين، قادر أنك تنقد صور ناس ثانيين بطريقة يعني علمية، مش بطريقة راندملي هيك أنه يعني مجرد أنه أنت رأيك بالصورة كرأي عام، بصير الرأي حتى رأي أكاديمي وبيعطيك أكثر قوة وثقة. تمادر، اليوم كان في لك معرض جذور، هو معرضك الفردي الأول بسوريا، ليه سميتيه اليوم معرض جذور؟ هلأ بداية هو معرض الفردي الأول بحياتي، مش بس بسوريا، يعني أول معرض فردي أنا بعمله. وقررت أن تكون انطلاقته من بلد الأم سوريا، البلد اللي بيحتضن كل الثقافات وكل الحضارات، ويعني بلد أصيل يعني عريق، ما في يعني أجدر منه أن الواحد ينطلق منه. أنا يعني سعيدة بانتمائي لهذا البلد، فلازم يعني اكسب حتى تمادر فيه. اليوم انت اخترتي مكان كثير مناسب لجاليري مصطفى علي، كمان مو سهل الاختيار ابدا، كان موفق ابدا تماما. والله اختيار معرض الاستاذ يعني الجاليري الاستاذ مصطفى علي كان اختيار توفيق من رب العالمين اولا لانه يعني الصراحه انا كنت
متخوفه، يعني انا ما عندي هيستوري كبير بالمعارض الفرديه، ما عندي هيستوري ابدا بالمعارض الفرديه، فكنت خايفه تمام. من رده فعل الاستاذ مصطفى انه يوافق او ما يوافق كونه اول مره. ولكن الاستاذ مصطفى استاذ عظيم، استاذ رائع، يعني استاذ بيشجع كل الاجيال الجديده على انه هي تطلع صحيح. وتنطلق، فكان كثير داعم كبير لإلي. حكيت معه بشكل شخصي، حتى ما حكيت مع الاداره، ودعمني جدا وشجعني جدا، ولدرجه انه انا كنت ناويه الصيف الجاي اعمل هذا المعرض، فهو اعطاني حتى نصائح انه لا، شهر 11 هو الشهر اللي اكثر شيء اكتف يعني من ناحيه الفنون بسوريا، فهي فرصتك انك تعملي بشهر 11. تماما وفعلا خلال 3 شهور يعني صارت كل القصه. تماما. أستاذة، من خلال مسيرتك إذا بدنا نقول وتنوع الثقافات بين الثقافة الأساسية اللي هي السورية، وجودك بمصر وانتقالك إلى كندا وتنوع هاي الثقافات، قديش توظفت ضمن لوحاتك؟ شو قدمنا اليوم بما يعكس تنوع هاي الثقافات يلي حضرتك مريتي فيها إذا بدنا نقول؟ هلا أنا قبل ما حتى أطلع من سوريا، نحن عايشين ببلد مليان ثقافات متعددة. صحيح. أهلي كانوا عايشين بحارة الميدان بحلب اللي هي الحارة المليانة أرمن، فأنا أوريدي طالعة يعني، وعندي يعني هيك عندي خلفية عن هذا الموضوع، وكان كثير يأثر فيني. كنا نروح حتى على قرية المرح، قرية الورد الدمشقية، واسمعهم عم يحكوا تركي، واطلع انه يا الله، يعني كل هالعمر والاولاد الصغار بيحكوا تركي بين بعض، وبيحكوا بالاضافة للغة العربية. شيء كان بيلفت انتباهي جدا، تنوع الثقافات اللي موجود بسوريا. لاحظ عنا بسوريا الضيع مثلا، المراح، يبرود، النبك، درعطية، بتلاحظ انه ما في يعني بضل كيلومترات بين كل صحيح. ضيعة وضيعة، وكل واحد له ثقافة معينة صح. يعني هيك إلى مميز لون فيها، خاص إن كان تماما. بالأكل، بالموسيقى، تماما. فهذا الشيء كان كتير يلفت انتباهي بسوريا. وقت انتقلت لكندا، نفس الميزة لقيتها هون موجودة بكندا. فعلا بتلاقي حالك مثلا بالسوبر ماركت جنبك الهندي، جنبك الإيراني، جنبك التركي، جنبك، في تنوع ثقافي رهيب يعني موجود بالمجتمع. صحيح. هذا الشيء اللي خلاني إني يعني سلط الضوء على هذا التنوع الاجتماعي الثقافي، سوري، اللي موجود بالمجتمعين الكندي والسوري. حلو كتير. نعم. التمادر، إذا بدنا نرجع شوي للمعرض، معرض جذور يلي قدمتيه بدمشق، شو كان موجود؟ كم لوحة، عفوا، كم لوحة كان موجود اليوم بالمعرض؟ كان في عندي 45 عمل، حوالي 6 ثقافات، تحكي عن 6 جنسيات، ثقافات خلينا نقول مختلفة. كان كل ثقافة عملت لها ثيم معين بالفريم، بالإطار، وبالتعديل الصورة نفسه بالألوان يعني. فأنت بتفوت على المعرض بتشوف أول ثقافة، بتفوت بمود معين، إن كان بطريقة الإطار، إن كان بالألوان اللي أنا اخترتها، بتنتقل للثقافة الأخرى اللي جنبها، بتلاقي كمان ثيم مختلف. فأنا حرصت على أنه كل ثقافة يكون في لها ثيم مميز وطابع مميز ولون مميز، تماما مثل ما أنا بشوفهم بالواقع. حاولت أني أنقل هذا الشعور عن طريق الصورة. اليوم بنقدر نلمس من خلال اللوحات اللي شفناها ضمن المعرض موضوع الهجرة حاضر وبقوة ضمن اللوحات. في رسالة حابة نوصلها اليوم من خلال هي المعروضات، من خلال هي الصور، وتحديدا مثل ما ذكرت موضوع الهجرة. نعم، الهجرة هو الصراحة هو الموضوع الأساسي بهذا المعرض. موضوع جذور إجا من خلال الهجرة، أنا من خلال تجربتي بنفسي أنا بالهجرة. وقت اللي سافرت لكندا عن جد كانت هجرة كتير بعيدة، بلد بعيد، وبلد يعني باللغة وبكل شيء بعيد. ولكن عانيت صراحة بالبداية حتى أضل محافظة على الثقافة اللي أنا طلعت منها، اللغة، هاي القصص، على جذوري. يعني كتير تعبت على حالي أنا وجوزي يعني لحتى قدرنا، خصوصا عندنا أولاد نحن، فبدنا نضل محافظين على أصالتهم وعلى جذورهم اللي هن بينتموا لإلها. ف صحيح. يعني انطلق المعرض من هاي الفكرة تحديدا، خصوصا بأيامنا هاي. يعني نحن كسوريين فرضت علينا الظروف نهاجر، نطلع برات سوريا لأسباب معينة، لظروف مختلفة. هذا الشيء خلص انكتب علينا، ولكن نحن كسوريين واجبنا أنه نحافظ على أصالتنا، خصوصاً أنه نحن بننتمي لبلدان مثلاً كندا بتعطيكم مساحة من الحرية أنه الواحد يضل محافظ. أنت ما عندك مشكلة تحكي اللغة العربية بالإضافة للغة الإنجليزية. مش بالضرورة إذا أنا سافرت لحتى أتأقلم مع المجتمع الجديد أنا عايشة فيه أني ألغي المجتمع القديم اللي أنا بنتمي صحيح. له، صحيح. أبداً مش بالضرورة.
وأكبر دليل هو الست ثقافات اللي أنا نقلتهم من خلال هذا المعرض. ناس صار لهم بكندا حوالي يعني 100 سنة، واللي موجودين بسوريا إن كان الأرمن ولا التركمان مئات تمام السنين صار لهم تماما بسوريا، تماضر. ولهلأ بعدهم. صحيح صحيح، هاي النقطة اللي بدي أحكي عليها، أنت ذكرتي اليوم وسلطتي الضوء على 9 قصص عائلية بمعرضك، شو كان الهدف منه؟ كان الهدف اني انا هلا انت وقت بتحكي قصه وبتضربي مثال بتدعمي الفكره تبعك. انا كان يعني الفكره تبعي هي انه نحن فعلا نضل محافظين على شيء، على ارث احنا بنملكه، احنا عندنا كنز. يعني انتمائنا لبلدنا، انتمائنا لسوريا، ما هو انتماء يعني ما هي بلد حي الله، بلد يعني عريق، بلد تاريخي، بلد بينتمي له اهم واكبر الحضارات بالعالم. صحيح فنحن لازم يعني نكسب هي القصه لنا لصالحنا، ونضل محافظين عليها، ونضل يعني عم نحكي فيها. تماما فانت اي قصه بدك تحكيها او فكره توصليها اذا بتدعميها بمثال فبتصير اقرب لقلوب ولعقول الناس. فمشان هيك انا حبيت انه هي الفكره ادعمها بامثله حيه مباشره، تماما يعني امثله عايشه لحد الان. انا ما نقلت شيء من التاريخ، ما جبت صور قديمه، او جبت امثله حيه عايشه بيناتنا هلا وبعد هلا مستمره. صحيح. اليوم إذا بدنا نحكي أستاذة تماضر، يعني موضوع نقل هي التجربة، اليوم كنا بسوريا ضمن السوريين، حكينا قصص من حياة السوريين خلال هي الحرب الطويلة، سلطنا الضوء، اليوم نقل هي التجربة لكندا، هل في عندنا خطة لهذا الموضوع؟ وجود معرض بنفس اللوحات ونفس المضمون ضمن كندا، تخبرينا أكثر. طبعا الخطة الجاية والمشروع الجاي هي إن شاء الله المعرض الفردي الأول اللي حيكون بكندا كمان، حأنقل نفس حلو المعرض، نفس حتى الديسكريبشن اللي أنا كاتبته عن الصور. أنا إذا بتلاحظوا في بايو هيك جنب صحيح كل مجموعة صور كتبت فيها عن الثقافات بالعربي بالإنجليزي، راح أنقل تماما نفس المكتوب وأعمل فيه إن شاء الله معرض هون بكندا قريبا جدا، وبتشوفوا إن شاء الله إن الأخبار شاء على الله إن الفيسبوك شاء الله. والإنستغرام. بدي أعرف منك اليوم كيف كان إقبال الناس بالشام القديمة بمعرض جاليري مصطفى علي، كيف كان إقبال العالم، شو شعورك كان وقت العالم عم تتفاعل معك؟ صراحة أنا يعني من قبل ما أروح لعند أستاذ مصطفى العلي وأنا عاملة سيرتش عنه، وبعرف قديش هذا المكان قيم قيم بطريقة يعني صحيح رائعة، حقيقي بطريقة مشرفة. مكان يملك ما يملك من فنون أوريدي. يعني الأستاذ مصطفى أعماله مزينة المكان كله، تاريخ الأستاذ مصطفى عاطي قيمة أكبر للمكان. كمان وجود المكان بالشام القديمة، يعني بقلب الشام القديمة، عاطي قيمة رائعة جدا. فأنا رايحة وعارفة أنه حيكون في إقبال، ولكن الصراحة تفاجأت بكمية الإقبال اللي كانت موجودة. يعني حتى عرب وأجانب، إجا كثير ناس أيام يوم الافتتاح وحتى بعد المعرض. من يومين امبارح وصلني صور كمان أنه سيادة المحافظ كمان رايح وزاير المعرض، وهذا كان كثير شيء بيسعدني وفرحني. يعني أعطاني هيك الأستاذ عادل سمع بالمعرض ودعاني لعنده، أنا وقت كنت بسوريا على المكتب وحكينا بالمعرض وهيك، وبعد ما سافرت أنه إجا وحضر المعرض. هذا كان شيء شرف كبير لإلي. يعني إقبال رائع جدا، الناس بتجنن اللي بتجي تحضر المعرض. أوريدي جاليري الأستاذ مصطفى العلي أوريدي هو في عنده زباينه، يعني صحيح يعني بنوعية الناس اللي كانت عم تجي تحضر وبكمية الناس اللي كانت عم تجي تحضر، يعني إقبال ممتاز. تمام بالإضافة كمان على فكرة احنا عملنا عرض موسيقي تلا المعرض، يعني هو كان تتمة لفكرة معرض جذور. عرض موسيقي كان بإشراف الأستاذ كنان إدناوي عازف العود، هو وفرقته الموسيقية مجموعة من الموسيقيين الأساتذة الكبار إجوا عملوا عرض كتير رائع. عرض بيحكي كمان عن الموسيقى الأصلية، يعني جابوا موسيقى متنوعة من سوريا من عدة أماكن وغنوها عزفوها حلو كان كتير. تتمة. يعني هذا الشيء كمان جاب نوع مختلف من الـ من الـ خلينا نقول الناس حتى كانت أحيانا جاية بس اجت وشافت المعرض، فكان في تنوع حتى بنوعية الناس اللي جاية تحضر. تماما
تماما. استاذه تناظر، يعني اليوم اذا بدي احكي عن موضوع الفن وموضوع الـ يعني سوريا على مدار التاريخ وحلب تحديدا ولاده للفن والمواهب والى ما هنالك، بسؤالي الاخير اليوم، شفنا جانب معين، قضيه معينه ضمن هذا المعرض اليوم، شو الالوان المحببه لتناظر بغير مجال بغير اتجاه؟ ممكن نشوف عروض ومعارض اخرى تحمل طابع اخر بالنسبه لرسالتك وحضرتك؟ يعني حاليا في فكرة براسي، هي فكرة مختلفة شوي عن موضوع المعرض، حتكون يعني بتحكي عن الإنسان بحد ذاته، عن يعني عن تفاصيل الإنسان بحد ذاته. ما رح أحكي كثير عن الفكرة اللي جاية لأنه بعدني لحد الآن عم فكر فيها، يعني عم أطبخها مثل ما بيقولوا، ما طلعت لسه فيها. ولكن أنا مع التنوع، مع أنه الواحد يعني، لأنه نحن بشكل عام يعني نتغير مع الوقت، يعني الإنسان كل 10 سنين بيتغير، فأنه حتى شيء طبيعي حتى نوعية فنه أحياناً أو اللون اللي هو بيشتغل فيه كمان مش غلط أنه هيك يطلع شوي وبعدين يرجع يشكل ينوع. أنا مع هذا الموضوع وأنا ما عندي أي مشكلة وأي مانع أني أنا مثلاً ممكن صور لاندسكيب الفترة اللي جاية، ما عندي أي مشكلة، ممكن صور مجرد يعني يعني نعم، يعني ما عندي مشكلة بالتنوع، ممكن اني اغير. حلو كثير، يعني نحن بنتمنى لك التوفيق والنجاح بكل اعمالك وكل الافكار يلي براسك. كنتي معنا عبر خدمة سكايب من كندا تناظر الخطيب، مصورة فوتوغرافية. شكرا.